شخبة. أنا عندي قصة وحقيقة صراحة تمس النساء العالم كلها، خاصة العراقيات مظلومات، من ضمنهم بنتي 4 سنين عيني تاركها هي وابنها. أنا جيت يعني محروقة قلب على حفيدي، حفيدي صار له 4 سنين يمي يسوي له مشاهدة واستحاب، 4 أشهر 5 أشهر ما يجي. الطفل حالته النفسية تأثرت، يعني ضحك واسويه وهاي تخيل انت طفل زين. صدمة الاب مرة واحدة اخذ ساعتين، خلي يسمع وزير العدل، ساعتين اخذ البيتهم، اجى الولد يريد نرجيلة عمره 4 سنين، بيا قانون ياخذون الحضانة للطفل للاب، الاب يوكل، الاب يقعد بالستة الصبح يودي للروضة، الاب يتمرض يودي الطبيب، كفيلك الله. الطفل سنتين يعاني من بلاعيمه، وقلت له للدكتور، قلت له خابر ابوه ده يجي يوقع، ما قبل يجي يوقع، محروقة قلب على ابني، ما يقبل يوقع، ابنه يقول ابني كل شيء ما بي، سويت له عملية بالخاص طز بالفلوس، المهم الطفل تخيل انت زين. وهذا التعديل باطل، احنا نريد انصاف المرأة، مو اليوم بنتي، بنتي خريجة، بنتي مدرسة لغة انجليزية آداب، صار لها 7 سنين والله العظيم ماكو تعيين، وخل عينه بعين الله وسبحتها وتصلي. صدق واعتقد انا من حرقة قلبي دا احكي. نعم، اذا الاب خل اقولها، اذا ما بي خير ما بي خير على، سمحي لي سمحي لي، تعبت يا اخي، الاب ما بي خير لابنه والبذرة، شو اسوي له؟ هذا صدق محروقة، صدق بقانون، هذا لازمه محكمة، هذا لازمه شرطي، لازمه ضابط، والله يحلف على كلام الله، يجيب شهود. الله يرضى عليك يا قاضي علاء بمحكمة البياع، الله يرضى عليك يا قاضي يا فرقد اللي نقضتيني وكتبتي له نفقة، مو عن نفقة بس، هذا التعذيب زين، ويعنفها يعنف البنية زين، يرجعها ورا 4 سنين يرجعها مطاوعة. وين اكو مطاوعة يا ناس يا عالم؟ بيت سندويش صبة وقالت ما يخالف على مود لا افقد ابني. انا محروقة، عندي الدلائل، عندي الصور، اتصلت بست رفيف، اتصلت بستروان، اتصلت بعدنان قحطان، اريد اوصل صوتي، محروق قلبي على هذا الطفل. ليش؟ ليش؟ ما تريد اعوفها ويحلف كلام الله يقول انا عطال بطال، لما ندخل على الحاسبه عيني طلع موظف ومكافحه الارهاب راتبه مليونين، تنقهر لو ما تنقهر بس قل لي انت، يسوي البنت نشوز؟ الحمد لله فضل الله، فضل الله زين، ربحنا. ليش هيجي؟ ليش زين؟ يا مدرسه انجليزي يا عالم زين، هيجي اذيها تقبلها انت والنوب الحضانه ياخذوها من عنده؟ لا والله، انا قدام هذا العالم كله والله احرق روحي، اجيب بنزين انا حلفه يمين وما انطي الحفيد لو الدنيا تحترق. انا ربيت اهل قدوته والله بالمستشفى، تعال شوف شو يحجون علي، محروق قلبي، خلي يسمع وزير العدل، ماكو هيجي قانون، ماكو. طفله 9 سنين تزوجها، لو طفل ياخذه من امه صار 4 سنين نعاني يعاني، يجيبوا له شراب من الصيدليه على مسؤوليتهم. ليش؟ ليش؟ انت ابوك بجهاز مكافحة الارهاب زين؟ ليش هيجي؟ ليش؟ زين؟ شنو الواسطة اللي وصلتك لهناك؟ ابنك متحن علي، ابنك شو تقول؟ شو تقول؟ يعني طلعوا لي، الله يرضى عليك فرقد، 150 طلع لي نفقة، ترى محروق، ما اريد ال 100، اروح لهم يحطوني سوى شغل ال 150؟ والله يحطوني بالباب يقتلوني الامي والبنتاية، وحق لا اله الا الله، وين وزير العدل يجي؟ يجي يشوف حالي؟ هذا الطفل شنو ذنبه؟ والله حالة نفسية صارت في اركض بي، من انا عمليات 3 صارت بدل الوحدة صارت 3، الدكتور يقول لي حتى سمع قام ما يسمع، السمع مالته من 100 صار 20، يعني هذا الضحية، ضحية يا سلمى إله حضانة تريد تاخذها انت؟ انت مسؤول عن شنو؟ زين تاخذ انت عسكري 15 يوم ترجع 15 يوم تروح، اسف لين على صوتك يا محترقة، وين تخلي؟ تخليها مع عمته، عمته شو تسوي؟ تخلي مي، تخلي مي بذانه، والطفل قام ما يسمع، وحق لا اله الا الله، اصل البيت لو ما اصل، جيت محروق والله، قالوا لي لا تروحين، قلت لهم لا، انا مدرب الطفل، انا ام موسى، ام موسى اهدئي شربي لك مي وقولي يا الله، بس اريد اوصل صوتي الوزير العدل، امانه الله تقطعه، امانه الله خلي يشوفون العالم العذاب اللي اني بيه، ابوها رجال كبير معوق، اخوها بيها بيصرع، والله العظيم اقول لك الله شاهد علي زين، الحمد لله اخوها عسكري، فضل الله وفضل ابوها وفضل اخوها زين، وصلناها وكبرناها الانسان بالفطره، بالفطره اذا ما يحن على، يعني هسه والله العظيم
يوم تسمعي اسمحي لي، هسه الحيوان هسه الدجاجه من تريدين تمدين ايدك على بيضاتها هم تقوم. ليش يابا ما تريدها؟ وين القانون؟ وين العدل؟ ارجو وزير العدل يقعد يقول لي وين العدل؟ ما تريدها اطلقها. يقول لي روحي انت للسيد. انا جدا اسفه على صوتي، بس هاي مبادره ان شاء الله راح تنعاد واقوى من هاي. وكل وحده محروق قلبها على ابنها او على حفيدها تجيب هذا المنبر، هنا احنا بساحه التحرير، ما نخاف وشي يصير خلي يصير. وانا اسفه عطلتك، احمد الله والديك، وتوصل صوتي. الله يديمك.